محافظة عراقية تعلن حالة الطوارئ بسبب السيول والأمطار الغزيرة. السيد الصدر يوجه تحذيرا للحكومة قبل أن يوقع الفاس بالرأس حسب تعبيره. إسرائيل تحذر بغداد من أنها ستهاجم ميليشيات تدعمها إيران إذا حاولت طهران نقل صواريخ إلى العراق. الحرس الثوري الإيراني يؤكد حتمية عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل ويرفض الكشف عن أي تفاصيل. المبعوث الأممي يصل إلى النجف، ومن المتوقع أن يلتقي المرجع السيد علي السيستاني. عاليا صيف السوداني في طريقه لتعديل وزاري سيشمل 4 حقائب وزارية. في رئاسة الوزراء توافقية، أيه اللي يجي يتوافقون عليه؟ ولعلمك هم التدخلات الإقليمية والدولية حاضرة، فإذا توافق داخلي إقليمي دولي برئاسة الوزراء. رئيس مجلس الوزراء كون على يقين هو أحد قادة الإطار، وهو الذي وجه إلى رئاسة إلى انتخاب المشهداني والكتلة الكبيرة الذي لولاها لما حصل انتخاب للمشهداني في يومه. أما قضية الاستجوابات تدري بي يعني قديمة، ليش منو مانع مجلس النواب من يستجوب؟ سبب سياسي لمنع استجواب لا دخل لرئيس وزراء؟ أقول لك إيه، أكو سياسي، يعني كل ذول الوزراء هم منتمين إلى كتل سياسية وجميعها في الإطار، فليش إحنا نذب مسؤولية عدم الاستجواب؟ أنت اليوم في ساحة اسمها رئيس مجلس نواب، وعندك رئيس مجلس نواب عن طريقة تقدم استجواب، منو منع أن يمشي الاستجواب يم المندلاوي؟ منو منع؟ الأمر الآخر اللي جنابك ذكرته مال التغيير الوزاري، هو أوعد بمجرد أن يجي رئيس مجلس النواب حيقوم بالتغيير الوزاري، وأنا قبل أيام سمعت بين 4 وزارات حيصير التغيير. أعلنت محافظة صلاح الدين حالة الطوارئ في عموم مناطق المحافظة نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت عليها. زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر يوجه تحذيرا للحكومة بشأن قضية حل الدولتين، حيث قال السيد الصدر في تدوينة على منصة إكس قبل أن يوقع الفاس بالرأس: كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية حل الدولتين. وأضاف: نحن شيعة محمد وعلي صلوات الله عليهما، موقفنا واضح، إنما هي دولة واحدة عاصمتها القدس الشريف، وما من دولة ثانية كي تحل أو تقام، مشيرا إلى أن فلسطين من البحر إلى النهر عربية، وما الصهاينة إلا محتلين إرهابيين بما فيهم المستوطنين، ولن نعترف باتفاقيات بريطانية ولا غربية. وتابع: إن تدخلت الحكومة العراقية فستكون مشمولة بقانون التجريم، معربا عن أمله من المملكة العربية السعودية الالتفات إلى ذلك وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، فهذا أملنا بها بل وجميع الدول العربية والإسلامية، وإلا فلا تحين مندم. ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن إسرائيل حددت أهدافا في العراق ستضربها إذا استمرت ميليشيات تدعمها إيران في مهاجمة إسرائيل من هناك، موجهة تحذيرات إلى بغداد. وأضاف التقرير أن إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية، وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات ومنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات. وتزايدت في الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات، قال مسؤول أمني إقليمي إن هنالك 5 هجمات يوميا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل من جماعات مسلحة متحالفة مع إيران. الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يصل إلى محافظة النجف، حيث قال مراسلنا إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان وصل إلى محافظة النجف الأشرف. وأضاف مراسلنا أنه من المتوقع يلتقي المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بحسب مصادر مطلعة.
موجة أمطار غير مسبوقة تتسبب بخسائر مادية في عدة محافظات عراقية. علي الفتلاوي: الفصائل تخاف من إظهار دعمها لإيران، مساندة الجمهورية مفخرة. قسم شرقي وقسم غربي، القسم الغربي يتفاخر بأن هنالك دعم أمريكي وأوروبي والناتو يذهب إلى إسرائيل، يتفاخر يقول لك بكل علن، ونحن كنا حياء وخجل أن نقف مع الجمهور الإسلامي. أخوب ليش هنالك مفخرة؟ مثل ما اتفقوا الآن كل الغرب اتفق على أن يدعم الكيان الصهيوني لضرب أبناء غزة وقتل أبناء حزب الله أو اليمن في لبنان وكذلك اليمن، ونحن لازلنا في حالة الخجل. لا، يجب أن يقول نحن داعمين إلى إيران وواقفين مجال إيران. قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إن موعد تنفيذ عملية الوعد الصادق 3 ردا على إسرائيل لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها لكنها ستنفذ حتما. وأضاف العميد فدوي في كلمة خلال مراسم يوم مقارعة الاستكبار في جامعة الشريف للتكنولوجيا بالعاصمة طهران أن من خصائص حرب غزة كشف الأكذوبة المستمرة منذ 96 عاما عن الكيان الصهيوني، قائلا: لقد أدرك العالم أنه قد ظلل طوال 96 عاما، واكتشفوا أن الكيان الصهيوني هو كيان احتلالي قد توصل إلى حقيقة كانت مخفية منذ سنوات. وأردف أن المسؤولين يؤكدون أن هنالك مظاهرات ضد إسرائيل في أكثر من 91% من دول العالم، وأكد أن إيران والمقاومة يقفان إلى جانب شعب غزة وفلسطين، قائلا: إن بعض الدول العربية تساعد إسرائيل سرا وتحتفظ بعلاقات مع هذا الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا. وتابع: بعض الدول العربية تقدم الإمدادات لممارسات الصهاينة، وهذه إحدى عجائب الدنيا.